السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم طارق زجيني من كلية تبلا صناعية. اليوم عندنا شرح مسألة معادلة في مادة الكتريك 102 شابتر 14. اسألكم السؤال 13. تمام. رايت ذا بلر اكسبيرينسنس اس بوزيتيف انجلس فور ايج بروفيسور ان هيجر 83. أول شيء نشوف الرسمة الأولى. الرسمة الأولى يقول لك هذه 115 زاوية والسي 12. تجي هنا نحط السي تساوي 12، الثيتا تساوي 15. لازم نحولها إلى معادلة إلى سي زاوية الثيتا. أجزاء 12 نحط 12 هنا ونحط الزاوية، الزاوية زاويتها 115. تمام. نروح للمسألة الثانية اللي هي بي. هذه هي الرسمة عشان يكون أوضح عندكم. هذه هي الرسمة. تمام. وإحنا راح نستخدم ذي الرسمة الثانية. تمام. هنا في بي هو معطيك 130. تمام. وأصلا الدائرة كاملة، هذه كاملة كلها 360. عشان قانونها عشان نطلع الناتج ثيتا تساوي 360 على هذا. تمام. هنا عندك السي، نبدا هنا في القانون 60 زائد 20، السي زائد 20، ثيتا 360 زائد هذا، هنا طلع لك بالسالب 360 ناقص 30 تساوي 230. يعني سي زاوية ثيتا تساوي 20 زاوية 230 وبس. شكرا على حسن استماعكم.